هذا تاريخ، وهذه المعاصرة، ها الأصالة وها المعاصرة. ولا درتو ليها هكا غادي يجي هذا الدرابو يجي معاكم. أما في النشيد الوطني نديرو فيه موح موح بينا فيزا عمي ماكرون، موح موح بينا فيزا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا واش طول فضيحة دابا؟ ها منطقة واد زلمو جا ليها الدرك الجزائري وهز مكبرات الصوت واسترجع بمكبرات الصوت. يلا وفين هي القوات الملكية المغربية؟ فين هو الشعب المغربي؟ وفين هما حنا؟ واش هاد الهضرة هادي؟ ديك نهارات العرجة واليوم واد زلمو، وغدا ما عرفنا اش بغيتو لينا. خوتي هاد الناس دولة بوكو كلام ولاد بنيكس، من نهار وقعت المشكله نتاع العرجه وهما جالسين هي تيبجبطيو في الهضره. المنطقه نتاع العرجه والاراضي الزراعيه اللي كاينين في العرجه داخلين في الحدود نتاع دوله بوكو كلام ولاد بنيكس. اما هذوك الاراضي فهما ملك للمغاربه ابا عن جد، هما قلعوا عليهم الاراضي ديالهم وجروا عليهم من ورا الحدود. اما منطقه زلمو فهي منطقه مغربيه خالصه، ولا النظام الجزائري نظام بوكو كلام ولاد بنيكس فكر يحط الرجل نتاعو فيها، يكون على يقين بان عافيه غادي تشعل في هذيك الدوله، ما غادي تخلي ان شاء ربي الكريم غير الرماد، غير حنا ولا هما. ان هي اشنا هي قلنا معركه وجود، واللي قال العصيده بارده يدير فايدته. من البارح والابواق ديالهم ما كاينين، طا 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 ابواق راه ردينا مكبرات الصوت. هادشي كلشي باش يدرقوا على الفشل ديالهم قدام الشعب نتاعهم. ان العالم العربي ضار فيهم، القمه العربيه ما كايناش بصفه نهائيه، دروك هي جالسين تيدوروا في الهضره. الجمهور ولا الشعب كانوا تيتلفوا بالكره، كاس العالم ما كاينش، الله يذكر قسمه بخير وسي جمال الدبوس ملفي. الفضيحة اللي داروا في تونس ورجعت عليهم، والشعب التونسي انقلب على النظام الجزائري وانقلب حتى على الجزائريين اللي تأيدوا النظام الجزائري. هادشي كلشي بغا يدركوا عليه الفشل ديالهم، الفشل ديالهم اللي مدين ابراهيم غالي ومخلصين ملايين الملايين الدولارات باش يكون في قمة إكواد في تونس. ما عرفتش مشاركة بغا يدير هذاك بطوش مع اليابان، اش مشاركة بغا يدير معاهم بطوش؟ فين غادي؟ فين هو غادي؟ يعني بطوش غادي لتما ديال السلة تيسعى بحالو بحال قيس سعيد. أما النظام الجزائري فهو نظام فاشل، يلا تيعرف يهضر وتيعرف يتكلم، إلا طلع شوية الغاز وطلع شوية البترول في الأسواق العالمية تيعرف يهضر. أما هي تينزل الثمن ديالهم على كرشو ما كاين شيء. منطقة واد زلمو والطريق الوطنية رقم 10 راه هي مفتوحة وراه هي محلولة للمغاربة، وما كاينش اللي غادي يقدر يقيسها وما كاينش اللي غادي يقدر يوصلها. أما نتوما يا دولة بوكو كلام أولاد بنيكس بقاو تتيقوا في هذاك النظام ديالكم، عيينا معاكم، عيينا معاكم باش تعيقوا وتعرفوا بأن هذاك النظام ديالكم راه غادي بكم غير اللحيط. ساك الحيط والله لا باقي لقيتوه، الحيط مازال غادي يكاليكم. اما دروك غادي بكم اللحافه ديريكت. مصر جبتو معاها النحل، اش داكم نتوما لمصر؟ جبتو معاها النحل، الخليج جبتو معاهم النحل، تتايدوا الشيعه الايرانيين ضد خوتكم العرب المسلمين ضد فينا، تتايدوا مرتزقه البوليزاريو باش تقسموا بلادنا ضد فينا. ساعة كلشي العالم كلشي الدول العربية غادية في الطريق ديالها، إلا دولتكم غادية مرشريان. العام اللي جا تلقاكم قل من العام اللي قبل منه، الخسارة من الأموال ديالكم بلا عدد، وبلادكم ما كايناش، والرجال نتوع بلادكم راه ولينا عارفينهم. شكون هما رجالات الجزائر اليوم؟ بن قصديرة، واه من رجالات الجزائر الأحرار بن قصديرة، ومن رجالات الجزائر الأحرار المختار المديوني، ومن رجالات الجزائر الأحرار الشيخ النووي وبونيف
ودومير، شتي الرجال نتاع الجزائر اللي ولينا اليوم تنعيشو معاهم وتنشوفوهم، هادو هما ولاد الشوها. دا هاد ولاد الشوها دا اللي ما مدافعينش حتى على بلادهم وعلى خوتهم، الحرائق والعافيه شاعله فيكم والجوع والنوع اللحم الحمير، وهما تيقابلين المروك باش تعرفهم بان راه بايعينكم اصلا. نتوما لا قيمه كشعب، لا قيمه عندكم، لا عند اعلامكم ولا عند نظامكم. البارح بغيت يجيكم بلا دران خاويه، راه مشينا قبطنا اراضي انت وعزلمو، راه مشينا درنا، وانتم جالسين تتعاودوا هاد الهضره كي باباغيوات الكومونتيرات. اه مكبر الصوت، واد زلمو واد زلمو، واش نتوما سيط لمكم البرد في ريوسكم ولا ما لمكم هاد البشر؟ واش نتوما بشر؟ واش نتوما بنادم بحال بنادم ولا نتوما مشي فصيلة اخرى من غيرنا حنايا؟ راه بالمعقول معقول داك اللي قال تخلقتو قبل من ادم، راه واقيلا راه ما كذبش، ان نتوما الجن الكحل هو نتوما، ما عرفتش منين تتفهموا، واش من المؤخرات، من الريوس، من الرجلين، منين تتفهموا يا هاد البشر؟ منين تتفهموا؟ دولتكم غادي غير الحدود هي الاسفل السافلين، وانتم مقابلين المروك، واش ضرب امكم الله؟ واش حماقتو؟ واش ما بقاوش فيكم فلوسكم اللي مشاو ليكم؟ واش ما بقات فيكم بلادكم اللي تفركتات؟ واش ما بقاش فيكم هذيك الزياره اللي جا عندكم ماكرون وتحطوا تحت منه بهذيك البلاده وبهذيك قله الكرامه؟ بحال تقول جاي عندكم النبي استغفر الله العلي العظيم، هو شكون اللي جاي عندكم؟ حفيد داك اللي قتل جدودكم كما تدعون، الا كانوا جدودكم الله اعلم داكشي تيبقى لكم، انما واحد انا غادي يكون قتل يا با ولا جدي وجاي ولده وبغيت نستقبلو انا في بلادي نبوس ليه يدي ونعود نقول ليه موح موح بينا فيزا؟ انا ما غادي نكذب عليكم، هادشي بزاف بزاف، هادشي على كي تنقولوا على برد الري بزاف هادشي. انا نتوما انا درت لكم، شوفوا انا كان مراكشي تنقول لكم، منين تتامنوا بهذوك الافكار وهذاك الدماغ بدلوا هذاك الترابو العثماني اللي عندكم، غادي نقولها لكم حتى تنعلو الشيطان وديروا القلب وتبدلوا هذاك الترابو العثماني اللي دايرين لدولتكم. اما الترابو ديالكم راه هو هذا، هو ها هو الترابو نتاعكم، سرويله وكابوس، هذا تاريخ وهذه المعاصره، ها الاصاله وها المعاصره، ولا درتو ليه هكا غادي يجي هذا الترابو يجي معاكم. اما في النشيد الوطني نديرو فيه موح موح بينا فيزا، عمي ماكرون موح موح بينا فيزا، تقدر تجي معاكم شي حاجه من غير هادشي راه ما غاديش تجي معاكم، ان الانسان تعيش بكرامته تعيش برجولته، وانتم فين هي كرامتكم وفين هي رجولتكم؟ عايشين تل وعايشين العار وتتشوفوه بعينكم وتتعيشينه كل نهار ومقابلين المروك. سيروا نعلو الشيطان الا ما كنتو انتم كاع ولاد الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم منكم، لا اله الا الله محمد رسول الله. خوتي المغاربة تحياتي لكم من طنجة حتى للقويرة داخل الوطن وخارج الوطن، دعموا هذه القناة وخلاها تكون شوكة في حلق أعداء المملكة المغربية، ودائما بشعار الله الوطن الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.